أعلن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين انطلاق البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والأكاديمية الملكية للشرطة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انعقدت بفندق الخليج بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. نحو دعم وتعزيز الجهود الوطنية العاملة على حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، جاء هذا البرنامج التدريبي الوطني حاملا رسالة هادفة وطموحة وأهدافا شاملة متكاملة تسعى لرفع الكفاءة العلمية والعملية لجميع العاملين على حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك على اختلاف مؤسساتهم التي شاركت بفاعلية في جلسات البرنامج. اليوم افتتاح هذا البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بتنفيذ حقوق الإنسان في تحديدا في مجال العدالة الجنائية. هذا البرنامج يستهدف حوالي 1000 مشارك من 35 جهة مختلفة، وهو يحقق رؤية البحرين في موضوع حقوق الإنسان 2022-2026. وكذلك من أهم أهدافه هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البحرين بشكل عام لجميع منسوبي الأجهزة المختصة بتنفيذ حقوق الإنسان، تحديدا كما ذكرنا في موضوع العدالة الجنائية. فخورين بتنظيم هذا البرنامج اليوم تحت عنوان البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. احنا كوحدة مع شركائنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد دراسات القضائية والقانونية سيتناول كثير من المحاور، هو ثلاث محاور بالأحرى تتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بدور سلطات الآليات الوطنية، وبالمعايير الدولية لاستخدام القوة القانونية. راح تمتد لتسع جلسات حتى مارس 2023. طبعا الجهات المشاركة إن شاء الله ما شاء الله من مختلف الجهات حوالي 35 جهة، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق في فعاليات البرنامج. حضور نوعي لافت، متخصصون وأكاديميون مسؤولون على أرفع المستويات العاملة على حقوق الإنسان في البحرين، جميعهم حضروا وشاركوا من منطلق اهتمامهم بدفع مسيرة حقوق الإنسان في البحرين إلى مزيد من التقدم والتميز في أداء رسالتهم النبيلة. نعتز بمشاركتنا لوحدة التحقيق الخاصة لتنفيذ هذا البرنامج. من المعلوم أن الأكاديمية الملكية للشرطة أيضا استحدثت برنامج في الدراسات العليا في حقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد من بريطانيا، كما أننا في الأكاديمية الملكية للشرطة نعمل الآن مع شركائنا وفقا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان لإعداد برنامج تدريبي يشمل كل العاملين بإنفاذ القانون والمعنيين بالعدالة الجنائية. لا شك أن نحن فخورين جدا اليوم بتجمعنا في هذا البرنامج اللي فعلا يخدم تقريبا كل الحقوقيين والقانونيين اللي موجودين في هذا البلد، وفخورين جدا بما أنجزناه وننجزه. النيابة العامة يعني بهذا البرنامج سوف توضح وتلقي الضوء على كثير من الأمور اللي تخص تطبيقات حقوق الإنسان في البحرين وآلية أيضا تطبيقها، لذلك فتجمعنا اليوم سوف يعطي المجال لنا لطرح كثير من الأسئلة وكثير من البرامج، وأيضا لنوضح العمل الشاق التي تقوم به كثير من الجهات القانونية. نحن اليوم مجتمعين للتداول فيما بيننا، وأيضا حتى نستفيد من خبرات بعضنا البعض ونطلع بعضنا البعض على ما قمنا فيه من أعمال، وإن شاء الله يتكلل هذا البرنامج بالنجاح اللي يمتد إلى تقريبا 6 شهور، وبإذن الله سوف تكون النتيجة مبهرة بإذن الله. إلى جانب الجهات المشاركة في تنظيم هذا البرنامج شاركت نخب مجتمعية وأهلية عديدة لتبرهن على الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والجهات الأهلية في السعي المشترك إلى تعزيز التعاون البناء وتطوير العمل بشكل مستمر إلى آفاق رحبة
تؤكد حرص المملكة على دعم وحماية حقوق الإنسان. برنامج تدريبي وطني جاء بهدف تعزيز مهارات وقدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، شهد مشاركة واسعة ونوعية عكست الاهتمام الكبير من قبل الجهات المشاركة في هذا المجال الحيوي. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.